السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد. واخا معطلت سمحوا لي، راه ما كنحطش الفيديوهات لان كنت مريضه شويه، ما نكذبش عليكم ما قدرتش نوقف برجليا، شكوى الله، يعني ما بغيتش نشكي على المشاهدين. المهم هذا الفيديو هذا انا غادي نشارك معكم الفيديو ديالو، وغندوزو لحوايج اخرين ان شاء الله. السيده اللي سولتني على الخضره قالت لك ملي كتجبدها وكديرها في كطيبها، يعني كتكون كونجوليا الخضره، وفعلا حتى انا كتجيني فرص كتكون عندي الخضره بزايده كنكونجوليها. انت يا هاد خيزو راه هو مكونجولي فاطمه الزهراء، ولكن انت بحال اللي عاد طري، بحال اللي عاد قطعته وسلقته، درت الماء في الطنجره ورديته على البوطه ولحت فيه شويه د الملحه وخليته حتى بدا كيغلي مزيان الماء، عاد جد الخنشه ديال خيزو كونجوليا وخويتها في الطنجره وهي كتغلي فوق العافيه، وغطيتها وخليتها باش تبقى شاده السخونيه ديالها وتغلي، لان ملي غتلوحي كيكون متلج، خاصها تكون فوق البوطه ولوحي الخضره اللي انتيا مكونجوليا، الخضره اللي انتي مكونجوليا لوحيها باش ما تخننش كيف قلتي وتخوى من الداخل، انتيا ما خاوي ما فيه لا ما لا والو، انتي كيبقى خيزو شاد التراوه ديالو بحال اللي راه عاد درتي. يعني اي خضره سوى اللوبيا سوى القرعه اي حاجه غديري لها نفس الطريقه، والقرعه الا كانت مكونجوليا ما تسلقيهاش، غديريها ديريكت في الطنجره مع شويه ديال الزيت في الطنجره وخويها ونقصي لها العافيه وخليها تهدي، تكون المقله سخونه والزيت تكون شويه سخونه، وديريها ورجعيها طيب ديريكت فهادي، راه كتجي طايبه بحال اللي عاد قطعتيها طريه. المهم هذا هو الشكل ديال الخضره اللي انا قلت لكم. دابا خيزو انا غادي نادي لان سولاتني قالت لك كيفاش كديري الخضره كتبقى لك محافظه على الطراوه ديالها في الفنتيلاتور، وانا شرحت لك كيفاش، وكنتمنى كاع المبتدئين في الكوزينه هادي. عندي هنا شرموله، طحنا القزبور بالثومه، غادي نشرمل الخيزو، وعندي هنايا الكامون، معلقة الكامون، غندير واحد الرش هاد البزار غير شويه، وغادي ندير زيت الزيتون، وغادي ندير الحامض والخل، المهم انا في رمضان درت واحد الكارثه المشاهدين ما كانش عليا يهني ليها، انا عارفه راسي يعني رجليا محنيني، وكليت اللحم بزاف، مشيت شريت الحولي وقلت انا مفور انا ما غايدرش. المهم جبنا الحولي يعني فورتو واحد الحولي، كل مره كنفور ونحط، يوم نقول ما نكذبش عليكم كليت اللحم في هذا رمضان، ولكن تكرفص عليا واحد التكرفيصه ديال العدو، يعني اي بنادم باغي صحته تبقى بخير ما ياكلش اللحم، انا عمري ما ندور باللحم سوى الغلمي سوى البقري ما ندورش به، لان رزمني في خطره برجليا، رزمت المشاهدين، ما بقيتش كنقدر نوقف ولا نتمشى. دابا راني واقفه معاكم في الكوزينه غير بالزز، كلشي كيسولني علاش ما كتحطيش مالكي اشنو كاين، وما بغيتش نبقى هكا، داكشي علاش غادي قلت على نوقف شويه معاكم. كما درت نص حامضه، غادي ندير خل تفاح، خيزو المشاهدين هاد خيزو كيكون واعر هكا المشاهدين، ما نكذبش عليكم، يحمقني ف
وقت الصيف. هذه هي الماكلة ديالي، الخضر هكا مشرملة وكنوض مع الطريق والقرعة كنديرها بالزعتر والبصلة، وكتبقى ليا تبقى ليا حتى 15 يوم في الثلاجة ما كيوقع لا والو. القرعة بالزعتر كتجي روعة. انا ما غاديش ندير الملحة، على حسب عندي فيها الخل والحامض كافيني، على حسب ناقصه الملح يعني ما غاديش هذا. المهم جات من داك الشيء رفيع بلا ملح، لان سلقت خيزو بشويه ديال الملح كيف قلت لكم، نزيدو شويه ديال زيت الزيتون. وهذا هو خيزو ديالي مشرمل، راه مكون جولي خيزو، راه ماشي طريق مشاهدين. ثم كيفاش جا كيجي روعه، كنتمنى لكم. وغادي ندير معكم حاجه اخرى ان شاء الله. ثم المشاهدين غادي ندير معكم الدنجال في الفران بواحد الطريقه اللي كيجي روعه، كيجي زوين بزاف. غادي نشد الدنجاله غادي نفرقها على جوج هكا، غنحيدلهاش هذا، غنخليها هكا كما هي. حاجه وحده غندير، غندير هكا غادي نخويلها هذا الوسط هذا. شنو بغيتي وريضه؟ كي حليت الكلب عليكو تخرجي، اش بغيتي اخر؟ ما كاينش سقاطه، كلي ما كلتي غسيلي البالكو. عندي واحد القطه المشاهدين في الشعر تتبغي غير السقاطه، ولا عطيتيها السقاطه راه هي ساكته، ما عطيتيها السقاطه تخلي ديك الماكله ديالها وتجي تغوت كاع راسك. هانتوما خويتها من الداخل. جريت فيها غتبقى فارعة لي راسي، كنخويهم كاملين هكذا المشاهدين. هانتوما مكلوحش هذا ديالهم كنخليه، غادي نعبيه غادي نخدم، غادي نولي نوريكم الطريقة كيفاش. باش منطولش الفيديو بزاف غادي نمشي كامل نقي نخويه وعاد ندوز معكم المقادير اللي غنعمرو. ثم المشاهدين انا ساليت الدنجال بالخويان، خويت الدنجال. دابا هذاك الطريفات اللي حيدت من الدنجال غادي نضربهم واحد شويه بالعشوار، ما غاديش نطحنهم مزيان تيرجعو معلكين، غادي نخليهم طريفات هكذا شويه باينين. هانتوما خليتو طريفات صغار ما قطعتوش، يعني ما خليتوش حتى تطحن مزيان وطلق داك الماء ديالو. هذا غير شويه المشاهدين. هانتوما عندي هنايا الفرماج، عندي شرموله، عندي الحامض، الخل، كمون، شويه ديال الابزار، وغادي نزيد العود وغادي ندير فيه معلقه ديال الهريسه. انا هنا المشاهدين غادي نزيد شويه ديال الكفته، اللي ما باغيش يعني يمكن لكم تستغناو عليها، ماشي ضروري، ماشي ضروري ديروا الكفته، يمكن لكم تستغناو عليها. انا ما غاديش نكثر، غندير غير شويه باش يجي الدنجال بنين، خصها تكون فيه كتير.
المهم المشاهدين راه سكت ليا التليفون ما رديتلوش البال، انا ما عرفتش واش يعني القوام كامل دار قدامكم ولا لا، لان طفى. انتم درت شويه ديال الكفته، درت الفرماج اللي هو المورتاريلا كيف قلت لكم، كامون، بزار، عصرت نص حامضه، معلقه الزعتر تقريبا، معلقه ونص ديال الشرموله، زيت العود، وغندير شويه ديال الملحه. ما غاديش نكثر الملحه، وغادي نحرك هذا الخليط ديالي هكا بيدي مزيان المشاهدين. واللي بغى يدير الخرقوم او يدير هذه يمكن له، يعني يمكن له يديرو، يعني ماشي مشكل. العويدات ديال القزبر، ما استعملت القزبر ديال الجردة المشاهدين، طلق واحد الريحة روعة، والعويدات ديالو كبار تبارك الله كبر، شتيها نتوما العويدات ديالو باقي مطوال، ما طحنوليش مزيان، خلاها شوار في الشرمولة، ولكن مزيان يعني ما كاع الحاجه الطبيعيه زوينه، ما تخافوش منها. ثم المشاهدين درت الصلصه ديال المطيشه، ما بغيتوش يتحرق ليا، بغيتو يجي بحال لي مقلي، ولكن ماشي لدرجة باش هذه غادي يتحمر مزيان وغيطيب مزيان، ما غاديش ندير شوية ديال زيت الزيتون. البنجال ديالي اللي انا درت ليه هكا غادي نعمرو بهاد الطريقة هادي هكا، يمكن لكم تستغناو على الكفته اللي ما كياكلش اللحم، او يمكن لكم ديروا اي نوع من الانواع ديال العدان ديال الدجاج. يعني انا اليوم واجده متوفر عندي ديال البقري، درت البقري، ما الغلمي ما نعاودش ندور به، وزيدون ما غناكلش حتى هادو، ما نكذبش عليكم، صحتي هي الاولى، ولكن غنديرهم في الثلاجه، كيبقاو ليا في التلاجة يعني واخا حتى سيمانة ولا جوج ما كيوقع لهم والو، لان كيجيو زوينين. المشاهدين هو عمرتهم كاملين، غادي نقطع الفرماج،
نتوما المشاهده راه التليفون تيطفى لي ما عرفتش حيت غير كندوز يدي حداه نهز شي حاجه كيطفى لي. المهم هانتوما عمرتهم كاملين درت لهم الزعتر من الفوق ديالهم شويه وغادي ندخلهم للفران ان شاء الله يطيبوا ونرجع معكم. انا رجعت معكم المشاهدين، الكراطة ديالي البتنجان هي هادي كيف كتشوفوا كتجي روعه كتجي روعه 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 زوينه بزاف يجي فيها الفرماج غزال. ثم كيفاش كتجي كتجي روعه المشاهدين كما الشكل ديالهم كيفاش كيجيو كيجيو روعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشليضه معاهم كتجي خفيفه العشيوه كتجي خفيفه او الغدا يمكن لكم تستعملوها في اي وقت وكيبقى في الثلاجه مده طويله ما كيخسر ما حتى شي حاجه. يمكن لكم ديروه وتخليوه مده 3 ايام 4 ايام ماشي مشكل ما كتوقع ليه حتى شي حاجه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، دعمونا بالجيم واشتراك في القناه وكنشكركم بزاف.